لربما يبدو صوت الأذان في دير الزور مخلوقاً محملاً بكثير من الألم ليؤدي دوراً حزيناً كما فصول المسرحية كلها، ذلك في الحفل الذي أقامته إحدى الجمعيات الخيرية لأبناء الشهداء والأيتام من أطفال المدينة. تضمن الحفل مسرحية أبطالها أطفال عاديون، إلا أنهم أبطال على خشبة الواقع أيضاً، ليس لأنهم تفوقوا في دروسهم أو أتقنوا واحدة من الألعاب، بل لأنهم أصروا على مواجهة موت القذائف وظلوا ليقصوا حكاية طفولة نستها آلة الحرب فأرادت أن تعبر عن نفسها من خلال مسرحية كان للتراجيديا أن تدخلها عنوة. نحن قعدنا الدورة بس أنا مشان كل اللي بالخارج يشوفون معنا الدير الزور. السلام عليكم، احنا اطفال دير الزور راح نشوفهم معاناتنا وراح نعلمهم شكون دير الزور. لا يكلف الاطفال هنا المدربين كثيرا من التعب اذا كان المقصود تمثيل جو من المعاناة او الالم، ذلك لان الاطفال اعتادوا عليه وعاشوه حتى خبروه جيدا. كلما سمعوا صوت صفير احدى القذائف يطلقها جيش الأسد لا تعرف فرقا بين الأطفال والثوار، حتى إذا سمعوا صوت انفجارها أو ظلوا ليسمعوا أيقنوا أن صديقا لهم ربما غاب عن تمثيل دوره على خشبة طفولتهم متأثرا بانفجار هذا. إلا أن اجتماع الأطفال والنشاطات التي نفذوها أفلحت أخيرا بإدخال شيء من التصفيق والمرح على جو الحفل ليغنوا ويستمتعوا بوقتهم متحدين الألم كله وقذائف جيش الأسد كلها.